بسم الله، مكملين مع بعض في الكورس بتاعنا. ان شاء الله في الدرس ده هناخد حاجه اسمها سكوب اوف ديكلاريشنز. يعني ايه سكوب؟ سكوب معناه ان مثلا لكل فاريبل حته خاص بيها. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي المتغير اللي اسمه اكس ده متعرف فين، او معمول له ديكلاريشن فين؟ معمول له ديكلاريشن في السكوب بتاع الداله دي او في المنطقه دي، ما ينفعش استخدمه براه، ما ينفعش استخدمه بره بره ايه، بره السكوب ده. وهكذا هنا برضه مستخدم ايه، حاجه اسمها radius، ما ينفعش ايه استخدمه بره ايه، بره السكوب ده او بره الاريا بتاعت ايه، بتاعت الميثود دي. طب عندي حاجة اسمها ايه؟ ده كده اسمه ايه؟ local variable. local variable يعني اسمه محلي، حاجة محلية ما يطلعش بره ايه، ما يطلعش بره بيته. عندي حاجة اسمها ايه؟ global variable. global variable زي ايه؟ زي instance variable ده اللي هو المتغير بتاع الكلاس نفسه، زي البي ده. البي ده اسمه global variable. فالglobal variable ده بقدر استخدمه في اي حتة، بدليل ايه؟ لو انا استخدمته هنا اهو جوه ايه، جوه الميثود دي. يعني مثلا هنا عندي ايه، ميثود اسمها ايه، public static double sum، وفيها ايه، وفيها local variable او variable معين اسمه اكس. هل ينفع استخدم الاكس ده هنا؟ تعال نشوف. لو جيت ضربت فيه اكس هيقول لي ايه اهو، تاني ايرور، قال لي can't find symbol الاكس ده. هو مش عارف الاكس ده ايه، مش عارف اللوكيشن بتاعه ايه. ليه؟ لانه طلع بره السكوب بتاعه. نفس الكلام لو جيت استخدمت الريديوس ده هنا وقلت زائد الريديوس، برضه هو مش عارف ايه، مش عارف يشوف السيمبل اللي اسمه الريديوس ده ايه، لانه ايه، مش في ايه، مش في مكان او مش في السكوب بتاعه. على النقيض بقى، الجلوبال فاريبل اللي اسمه بي ده، بما انه انستنس فاريبل للكلاس ده او فيلد الكلاس ده، اقدر استخدمه ايه في كل الميثودز اللي بتحتوي الكلاس ده، واقدر كمان استخدمه عن طريق الكلاس، استخدمه في ايه، في كلاس تاني زي ما عملنا قبل كده، عن طريق ايه، لان ده عن طريق اسم كلاس او عن طريق اسم اوبجكت لو هو مش ستاتيك. فلو جيت هنا قلت زائد بي فلاقي ايه، وافق عادي، مفيش اي مشاكل، انه ايه، لانه هو جلوبال فاريبل. فالسكوب معناه ان انا بلتزم اي ميثود مثلا او اي منطقه معينه، اي سكوب معين اللوكال فاريبل بتاعي بيلتزم بيه، ما اقدرش يخرج براه، وما اقدرش استخدم فاريبل من بره في دي. لكن الكلام ده كله ما ينطبقش على جلوب، على ايه، على الانستنس فاريبل اللي هو الفيلد بتاع الكلاس بتاعي او البروبرتي بتاع الكلاس بتاعي. ده بقدر استخدمه في ايه، في كل الكلاسز اللي ايه، اللي في كل الميثودز اللي في الكلاس ده. وكمان اقدر استخدمه عن طريق اوبجكت من كلاس او عن طريق الكلاس نفسه لو هو كان ستاتيك بره ايه، بره الكلاس ده. تمام، يا رب كنت فهمتوا يعني ايه، يعني ايه سكوب.